بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل التسجيلات مالتنا في سلسلة تعلم لغة سي بلس بلس، أتمنى تكون مفيدة ولو لإنسان واحد في الكرة الأرضية، وإن شاء الله تكون هذه بها ثواب وأجر. تمام، هسه راح ندرس الـ if else. إذا حصل كذا افعل كذا، و else وإذا لم يحصل else كأنما نقول وبخلافه. تمام، فإذا حصل حال كذا افعل كذا، وبخلافه افعل كذا، هاي الفكرة مال if else. تمام، زين. if this happen do that، otherwise or else do this. تمام، هذه if expression، if وراها شرط، إذا تحقق سوي هذا، else يعني ما تحقق أو false سوي كذا. تمام، كمثال sample program نقول هذا if else application demonstrates the use of if else statements. يشوفنا شلون تشتغل. أعتقد هي مرت علينا وسويناها بهواية أمثلة. فالif else statement مو أول مرة تقدم في هذه السلسلة من التسجيلات، لكن هنا هسه راح ندرسها، خلينا نقول بطريقة رسمية. تمام، زين، اعتيادي هاي الكليشة مالتنا، والبداية خط المتعرج، والريترن هاي قلناها بكل برنامج موجودات، هاي بعد ما نظل نحكي بيها. تمام، هسه هنا اجينا عرفنا شيء يسموها local variables من نوع float، يعني بيها floating point، يعني بيها فارزة. شنو؟ ثلاث متغيرات x y ومن، من عادة للمينيمم. أنا مو مع استخدام متغيرات من حرف واحد صراحة، ولا من نوع اختصر الفاريبل. أريد أكتب الفاريبل كامل وسوي له وظيفة تدل عليه، لكن لأغراض تعليمية هذا أوكي. تمام، نقول له سي اوت، نعطي إشعار أنه enter two different numbers، ونزل سطر أدخل قيمتين اثنين مختلفتان. زين، راح نقول هنا سي ان وهنا سي ان، بس السي ان كتبناها هاي سي ان الاكس وسي ان الواي. وين كتبناها؟ كتبناها بداخل الاف ستيتمنت. تمام، اما كان اني عاده شو اسوي؟ اخلي سي ان سطر ادخل القيمه الاولى، وراها سي ان هاي للاكس، وراها سي ان ثانيه للواي. تمام، ادخل قيمه، او اسوي سي ان وسي واي اثنيناتهم سويه، يعني سي ان هاي العلامه الأكبر مرتين X، وراها علامة الأكبر مرتين Y، وراها أحط فارزة منقوطة. تمام، كنت أسوي هنا الشكل سابقا. هسه هنا يريد يقول لنا أنه أقدر أدمج، يعني أسوي هاي العملية مع الإدخال في داخل الإف نفسها. فمن يجي ينفذ راح ينفذ هذا ويأخذ قيمة، وينفذ هذا ويأخذ قيمة، يلا يبلش يسوي هذا الإكسبرشن كليته اللي هو ينفذ بـ AND. ليش AND؟ لأنه هاي القيمة TRUE OR FALSE وهاي القيمة TRUE OR FALSE. تمام؟ تمام؟ العفو، الإدخال دا أشوفه، الإدخال إذا تم صحيح، يعني أنا من أقول له أدخل لي رقم، إذا دخل لي حرف راح ترجع قيمته false. إذا دخل لي رمز هترجع قيمته false. وكأنما دا تشيك، كأنما أنا دا تشيك أنه الإدخال صار صح، يعني الإدخال صار صح. وبخلافه إيش راح أقول له؟ يعني هنا إيش دا تشيك؟ دا تشيك إذا كانت cn تم إدخال عدد أما صحيح وأما بفارزة، يعني رقم. تمام، تم إدخال الرقم. وهنا سي ان للواي تم ادخال رقم. اذا صار هذا وهذا اثنيناتهم تم ادخال رقم. تمام، يعني شيكت انه المدخل من نوع اللي انا دا اطلبه. ايش اسوي؟ if both inputs are valid انا راح ابلش هسه اسوي اللي اريد اسوي، مثلا احسب المينيمم في حالتنا، احسب الاقل منهن، او احسب الجريتست فاليو، او اسوي اي عمليه اخرى. وبخلافه
يعني داخل لي مثلا هنا أنا حرف ومكان الرقم، ش راح اقول له؟ اقول له invalid output، واقدر اقول له رجع عادة الادخال وارجع هنا go to مثلا على سبيل المثال اذا اردت اعطي تشانس ثاني. فسعرفنا شلون نشوف القيمة المدخلة مع سي ان صحيحة تتلائم ويا المتغير، وبخلافها طلع له ايرور مسج، اي تعلمت هسه شلون. تمام، الفكرة وضحت؟ يعني أنا مو بس استعملت اتعلمت شلون استعمل if statement، اتعلم شيء آخر بالإضافة. شوف هاي الفوائد اللي دنا نتعلمها. تمام، زين هذا إذا أريد ننفذه نأخذ النسخ. تمام، وأسوي أروح للفيجوال ستوديو وأسوي مشروع جديد إنه project، وآخر شيء اللي هو شنو كان C++ for Windows console application لأغراض التعليم. تمام، هذا إن شاء الله من نتطور بالمواضيع ونسوي برامج بالحياة العملية، هاي المفاهيم كلها تطبق بالفيجوال C++ هاي البرامج كلها. لكن شنو يصير اكو ويندو واكو باتن واكو ليست، يعني يوزر انترفيس متقدم جديد اللي هذا نشوفه بالحاسبات. هذه ما اريد نستبقها، ما اريد نستبقها شوي، الموضوع يراد له صبر. خلص السي وراها نتطور ان شاء الله اذا الله وفقنا. هسه المتغير حسميه تشيك or valid input، valid input مثلا او check for valid input مثلا كاسم برنامج. انا ما راح اسميه if statement لانه احنا هذا الحكي مال استخدام if statement مألوف علينا. الشيء الجديد اللي ما مألوف انه شلون اشيك الانبوت valid لولا، وهاي العملية اشوف انه CN اذا كان الانبوت valid حصير true، هاي معلومة. تمام، وشلون اشيك بالاف ستيتمنت هالشكل. ما راح احسب المينيمم، تمام مو موضوعي، يعني هاي العملية ما راح احسبها اذا كان اصغر او اكبر. اذا هذا اصغر فيساوي else هالشكل، لانه احتمال يكون المتساويات، ها انتر تو ديفرنت نمبرز، اذا دخل قيمة متساوية بالغلط يعني فما راح اشيك. احنا لازم نسوي اف اكبر اف اصغر اف يساوي، وكل مره نطبع. فهذا ال شو اسمه الكمبيوتر راح اطفره، ما اريد اسويه بس اشوفه valid لو مو valid. if both inputs are valid، زين انا احط هذا هنا، هذا صار ما له داعي لانه هي واحد كافي بالانلاين كومنت. زين نحط هنا نقول ملاحظة we can do whatever calculations here. هل نقدر نسوي whatever calculations here هنا هذا المكان؟ أنا ما راح أسوي calculations، راح أتركها. تمام، بس دارد أشوفه valid لو invalid، valid or invalid لأغراض التكرار. حتى أكرر كم مرة راح أسوي label نانا اسميه انبوت مثلا اي اسم انبوت 001 على سبيل المثال ليبل. زين هاي اي اسم انا اختاره واسوي اختاره هنا بالمؤشر واقول له نسخ، وهنا جو تو نفس هذا الليبل وراح اسمي كولن صحيح حتى يستمر يطلب قيم كل مرة، وننفذ البرنامج. بلش تنفيذ انتر تو ديفرنت نمبرز، الرقم الاول على سبيل المثال واحد والرقم الثاني هو اثنين. فقال لي يعني هنا أنا لازم اطبع انه اوكي valid numbers حتى يكون واضح. فراح اوقف هذا شوية، حسوي سي اوت مثل هذا هنا
كتوضيح أنه thank you for entering valid numbers or they are both valid يعني whatever عشان هاي okay نقول both thank you oh thank you for entering valid مو invalid أشياء صحيحة valid numbers يشكرني مثلا حتى يبين output بالبرنامج انه دا افتهم دا يشتغل صح زين فخلينا نحط هذا 1.1 او هذا 2.2 على سبيل المثال فقال لي thank you for entering valid numbers enter two different numbers رد طلب لانه انا حاط لوب حتى تشيك اكثر من مرة صراحة خلي حرف Q تمام فايش قال لي invalid شنو اللي صار ما صفر القيمة راد رجع اوكي خلي اوقف هاي شوف شنو اللي يصير كأنما راد رجع القيمة ما صفرها فلازم شنو الظاهر اصفرها قبل الـ go to صفر القيم حتى يروح الايرور ما يظل مشلب عندي حتى استمر اقدر ادخل قيمه جديده وجديده واخرى واخرى فهنا هسه ورا ما هذه تخلص تمام قبل الجو تو يعني هنا الايلز هذه بس بداخلها تمام هي عاده تاخذ ستيتمنت وحده ما يحتاج اقواس بهالحاله بس انا حتى شنو يصير مقروء بطريقه اوضح هنا خلي اغير القيم شو اسوي أقول x يساوي صفر على سبيل المثال y يساوي صفر على سبيل المثال تمام مثلا يعني مثلا زين هسه هنا خلي نشوف ها قبل هذه خلي أطبع قيم الاكس والواي أضيف له هنا أنا حتى يبين عندي تغيير على القيم تمام see out x is هذا ال x y is Enter two different numbers. خلينا الأول مثلاً 10.5 والثاني 11.5 على سبيل المثال. Thank you for entering valid numbers. X is هذا, Y is هذا. Enter two different numbers. They already check مرة ثانية. أعتقد هنا كان لازم أنزل سطر أيضاً مثل ما نزل السطر ويا X حتى يصير الشغلة متجانسة. فنعيد العملية مثلا نسوي 1.5 و 2.5 ومشى الحال وقبل طلب مرة ثانية باللوب الآخر هسه راح نسوي مثلا على سبيل المثال 10 و 20 مشى الحال لأنه كلها صحيحة هسه راح أغلط هسوي A أمنة invalid زين ليش دي يشكل يعني سؤالي أنه ليش enter two different ليش دي يشكل الايرور مسج ما دي يروح الايرور مسج ما دي يروح عندي لانه دي يبقى بالبفر اذا تذكرون مر علينا بالفصول السابقه هسه خلي شوي نرجع لورا تمام انه سوينا تو فانكشنز على السي ان اعتقد نحتاج هنا هسه واحده اسمها كلير تمام وما نحتاج هاي العمليه ما لها داعي نحتاج نسوي كلير ولا نحتاج هنا initialization هاي ما نحتاجها نحتاج نسوي clear للبفر العفو للبفر مال cn تمام هذا هنا cn dot clear
أصفر مادة القيمة حتى أقدر مرة ثانية أطلب قيمة أخرى. البفر ما يبين كان بي ايرور مسج ويظل مستك وياه، فتظل قيمته فولس. هنا نسي إن همنا كان أكو السينك، أعتقد كانت أو السينك كانت دوت سينك إذا ماني غلطان. تمام، هسه هاي المفروض تمسح لنا الايرور مسج هذا، اخليه ما يتشلب. تمام، فتستمر العملية ويطلب مرة ثانية ويمشي الموضوع بسلاسة. خلينا نجرب، خلينا نشوف. طبعا سبب هذا الارباك انه السي ان والسي اوت بداخل الفانكشن، بدنا نشيك عليها، فلازم نسوي هاي الكلير. زين، هسه خلينا نحط قيم اوكي، مشى الحال. هسه حنحط قيمة غلط، اما نشكل مدى يوخر انه صار غلط، مدى يقولها مرة واحدة، مدى يتشلب يعني. حتى نتلافى هاي الحالة، حتى يتلافى الحالة نسوي متغيرات اثنين كمحاولة لحل المشكلة، نسميها اكس بي وواي بي، اللي هي راح متغيرات بولين راح تجي ويا كل واحدة من هاي الاستدعاء الفانكشن. اسوي له كنترول سي، وهنا انا مكانه اسوي اكس بي، وهنا انا اقول اكس بي يساوي. تمام، وهنا مكان هذا نقول واي بي يساوي سي اوت، القيمة ترجع من عنده، وهنا نحط واي بي. خلينا نشوف اذا كان هذا يعمل. يقول لي هذا غلط، ما يقبلك من ما يقبل من عنده الشكل. No suitable conversion between function base extreme character. هو يصير false بس من يصير invalid. Okay. يصير false فقط من يصير invalid. أما ترجع القيمة فهي character. فهذا conversion مو موفق. خلينا نسوي char. ما متأكد إذا كان هذا الشيء يشتغل ولا لا، بس خلينا نشوف. ما اشتغل. زين، خلينا نرجع بالمواضيع، نشوف لحل آخر. نشوف حل آخر. مثلا نعطي قيم ونرجع go to مثلا. صراحة ما توقعت الموضوع بتحدي يعني، ف خلي نشوف. كلير سينك، هلا
صفر البفر. زين خلينا نشوف بعض العملية. two numbers واحد واثنين. اوكي اذا غلطت انا سويت واحد ومثلا w ارجع اشكل هالشكل. اوكي احاول القى له حل وارجع لكم. الفكره خلينا ناخذ الجوتو. الفكره انه شيكنا الفاليد وطبعنا وفق هذا الشيء، لكن invalid. اوكي مثلا اخلي هذا داخل الكلير، داخل الانفاليد عملية تصفير، حتى مو دائما يصير تصفير. تمام مثلا او ابدي بيها كذلك، ممكن ابدي بالموضوع هذا. ابدي بيه واستمر عليه. زين واحد واثنين. اوكي إذا كان invalid فواحد مثلا و A invalid output، إذا كان كلها invalid مثلا A و B. من أول مرة يشوف يشيك. زين على كل افتهمنا شلون نشيك، وإن شاء الله هاي المشكلة مال شلون أصفر القيمة مال CN أشيكها وأرجع لكم. أنا فرحان أنه صارت مشكلة حتى أتحدى نفسي بها. زين نستمر. أوكي شفنا هذا الموضوع. Enter two different numbers. إذا صارت هالشكل the smaller number هالشكل. إذا كانت أي واحدة فراح تقول له invalid. هذا الحيث البرنامج. زين the if else statement. هذه الستيتمنت بدنا ندرسها. If else. تمام. Can be used to choose between two conditional statements. فهذا هذا الإكسبريشن صار نفذ لي واحدة، وإذا ما صار else نفذ لي اثنين. ال else هذه حطوها بينها قوسين كبيرات أو مضلعات خلينا نسميها، للدلالة أنه مو لازم أخليها. يعني هذا هاي ال else مو لازم أخليها. ككتابة F يعني F إذا كتبتها لهنا وانتهت أوكي يعني ماكو مشكلة. زين لكن إحنا بحالتنا أنه أريد أطبع حكاية أقول invalid فاستعملتها، فهنا مهمة وصح كتابتها، لكن هي بصورة عامة باستخدام F تجي F وحدها مو إلا وياها else، ولذلك حطينا هاي القوسين الكبار. بعبارة أخرى كل ما تشوف اي شغله بالكتب التعليميه بالمواقع التعليميه ويحط لك بها قوسين كبار خاصه ما يخص السي لانجويج، اعرف انه هاي شغله مو الا تكتبها، مو ضروريه بيستقبل استخدام. اذا ماكو هاي القوسين الكبار اعرف انه هاي الجزء من عندها. يعني هنا الاف ستيتمنت هذا هاي الاف ويبدي قوس بدايه، وهنا يصير كونديشن مثلا بغض النظر شنو هو، أكبر أصغر يساوي، إذا القيمة تساوي هالقيمة، القيمة أكبر من هالقيمة، هاي كلها conditions. أو مثل حالتنا CN الإدخال valid كان فنسويها بداخلها، فإذا كان غلط يعني كانت false راح نقولها invalid. تمام مثل هاي الحالة اللي إحنا شفناها هسه. زين فهذا ضروري، هذا الشيء ضروري. طبعا هنا هذا مجموعة statements فنسوي قوس البداية والنهاية، هذا القوس المتعرج الكبير. تمام مثل هذا القوس، يعني قصدي إذا مجموعة statements. زين بلوك يعني. أوكي when the program is run expression is first, هاي الإكسبريشن is first evaluated and the program control the branches accordingly. يشوف ينفذ هذا لو هذا وفق شرط. زين if the result is true statement 1 is executed and statement 2 is executed in all other cases. يعني في إذا هذا مو true، هذا الإكسبريشن مو true، هذا executed.
provided an else branch exists, and if there is no else, an expression 1 is false. هذه ما تتنفذ. The control jumps to the statement following the if statement. إذا هذا مو ما تحقق هذا ما يتنفذ ويستمر موضوع البرنامج. زين. Nested if يعني if داخل if يصير يصير عادي. وهواية مستخدمة. هل درجة بين مثلا درجة الطالب هل درجة بين 0 و 100؟ إذا نعم شوف ناجح لو مو شوف ناجح. إذا مو بين 0 و 100 تقول له أدخل قيمة بين 0 و 100. مثلا هاي المثال اللي أخذناه سابقا. فإي صير F داخل F كل شوية كل شوية. زين. وأعتقد الفكرة هذه اللي يريد يقرأ يقدر يوقف هاي الصفحة ويشوف الفكرة إحنا يعني مألوفة عندنا. تمام. خلني نشوف لأنه باستخدام موجلة خلني أقرأها. والله أنا كان عبالي أطفرها من حيث السهولة يعني واختصر وقتكم, بس انتبهت أنه أقف استخدام الموجلة هذا الباقي شلون استخدم الباقي ككتابة برامج. فهذه عجبني أقرأها فخلني أقرأها خلني نشوفه. والله as the program opposite illustrates, مثل ما شفناه قبل شوية, multiple if-else statement can be nested. زين. ممكن تصير واحدة بداخل الثانية. But not every, بس مو كل if statement has an else branch. مو كلها لازم تصير عندها else. بكيفك حسب الحاجة. To solve the resulting problem, an else branch is always associated with the nested with the nearest preceding if statement. يعني أقرب الإلس هي أقرب واحدة, فهاي الإلس ما تتبع الإف ذيك, تتبع أقرب واحدة إلها. إف إلس تمام, هاي أقرب واحدة. أنا حتى هاي ليس إشكال, أنا عجبني أستخدم أقواس, قوس بداية ونهاية. حليت مشكلة الإعازات إذا تكررن هواية كلها تتنفذ وفق الكونديشن, والإلس ما سويتها أقواس. وهنا الإف هذه أبدي قوس ويبين هو القوس شو وقت ما ينتهي حتنتهي الموضوع, فالقواس تحلك هاي الإشكالية. هنا يقول لك إذا ما استعملت قواس إعاز واحد فهذه إنه النيرست الإلس تروح للنيرست. تمام, معلومة لك يعني. وقلت لك إذا تريد تحرر دماغك ما تفكر بهذا الشيء استعمل قواس, قواس هاي الكبيرة المتعرجة. تمام زين. أوكي زين. إذا كان N أكبر من 0 يعني عدد موجب, إذا الآن الباقي مات من أقسم على 2 يبقى 1, إذا هذا دائما فردي يعني. وإذا else ما يبقى 1, إيش راح يبقى؟ الريمايندر يعني الأسف مو ريمايندر يعني التذكير, الريمايندر يعني الباقي. الريمايندر هذا إذا الباقي كان مو 1 يعني شنو الباقي اللي هو دائما يكون أقل من القيمة, أقل من 2. تمام, شنو الباقي إذا مو 1؟ 0. تمام, لأنه إذا 2 هم أنا 0 يعني إذا يقبل عدد كامل فماكو باقي 0. وإذا يعني هالشكل زين, فإذا الباقي 0 شنو هذا؟ even number. هذا هاي أبسط طريقة لتشيك بها أنه إذا كان المدخل موجب فهل هو موجب أو سالب باستخدام الموجولا. زين, هذا الباقي يشوف الباقي. أكو طريقة أخرى تشيك, إذا الباقي 0 هذا even, وإذا else يعني مو 0 يعني 1 فأود. فإذا غيرت هذا إلى 0 أقدر أكتب هاي الكلمة وبهاي الكلمة أغير نفس النتيجة تطلع. جربوها وشوفوها ستشتغل. نروح على الوراها. In this example the else branch belongs to the second if. هذه second if لأنه nearest. زين. However you can use a code block. هاي البلوكس يعني الأقواس المتعارضة مثل هذه حتى تتلافى. To redefine the association of an else branch. حتى تخلص من هاي الشغلة, وإذا تريد الإلس تتبع لهذه حطها ورا ما ينسد القوس فتصير الشغلة مرتبة. وأني مع استخدام هذه القواس البداية والنهاية دائما حتى لو كان عندي عاز 1. زين.
Defining variables in if statements. أقدر أعرف متغير مثل هاي الحركة بداخل الـ if statement. You can define and initialize. يعني كأنما تجي هسه تعرف متغير local variable جديد. بس انتبه هذا مو local مال function كلها. هاي local مال if statement. يروح من تتيه الـ if. يعني local مال local. تفهم شنو؟ زين؟ وهذا ممكن يصير هاي عملية تعريف شيء يصير بالفور وبالاف وبهواي مكانات ودو وايل تمام حسب الحاجة. You can define and initialize a variable with an if statement. The expression is true if converting the variable's value to a bool type yields true. تمام. إذا ممكن هذا يتغير إلى بوليان. البوليان هو صفر واحد. الانتجر ممكن يصير صفر واحد. الدبل ممكن يصير صفر واحد. فممكن أعرف هذا في داخل الـ if statement بحالة أنه ممكن يصير conversion للبول للبوليان. البول تايب. تمام. In this case the variable is available with the if statement. فهذا هالشكل. Here to work with x. Okay. هنا عن x مصير the return value of the function func هذه زين is used to initialize the variable x. القيمة initialize القيمة. فهذه الـ if statement راح تنفذ الـ function أول مرة وترجع قيمة وتخليها بالـ x وراح تشيك إذا كان هذا صفر فما ينفذ وإذا كان أكثر من صفر يعني واحد أو فوق أي شيء أكثر من واحد راح يعتبره واحد true زين راح ينفذ هالشكل. The return value of a function func is used to initialize the variable x. If this value is not zero, the statement in the next block are executed. The variable x no longer exists after leaving the if statement. هذا variable يختفي ويروح بس تخلص الـ if statement لأنه local مال statement مو local مال كل الفانكشن. يعني مو احنا اخذنا local variables و global variables فكأنما اكو local مال locals يعني اكو local بداخل الـ if statement يختفي وراء الـ if statement local مال تمام local مال for statement يختفي وراء الـ for statement local مال do while يختفي وراء ما تنتهي الـ do while. عرفت شلون؟ تغيرات لغرض هذا تنفيذ هذه الستيتمنت وينتهي وراها زين. else if chain اكو نوبات اقول لك اذا هذا سوي هذا else سوي هذا لا نوبات اقول لك اذا هذا سوي هذا else if مره ثانيه else if يصير يصير شلون الفكره مالتها if true نفذ else if true نفذ else if true نفذ else وهكذا نقدر نسوي هالشكل نقدر يعني ورا ما تخلص ال else هم نبيه if ممكن زين. فهنا أنا يقول output defined for driving too fast. طبعا الغرامة السياقة كلش كبيرة. هذا مر علينا سابقا استعملنا if كم مرة تمام. هنا أنا هسه سويناها if else if else if هالشكل يعني تمام. فهنا أنا شلون مسوي إذا يقول معرف أعداد ممكن يصير صحيحة وممكن يصير كسر. واحدة سماها limit واحدة سماها speed واحدة سماها too fast تمام. وراها ماخذ قيمة limit وماخذ قيمة السبيد يعني ايش قد الحد الاقصى حد وايش قد السرعة الحالية ومقارنهن زين. if too fast يساوي speed ناقص limit اذا الفرق بين السبيد والليمت اصغر من 10 يعني التو فاست مالتنا هذا هذا اتحقق هذا هذا يسوي لنا اياها ايش يسوي يحسب هاي المعادلة تمام لأنه بين قوسين دائما يبدي بالأقواس أول ينقص هذا من هذا ويحطه بالتو فاست وراها النتيجة يقارنها ويا العشرة
إذا كانت أصغر من 10 يصير true، فيقول لك you are lucky وينتهي الموضوع، ينزل سطر ما يتنفذ أي شيء آخر، لأن هاي الإلسات واحدة مربوطة باللغة هذا رأساً يروح على return يخلص الموضوع. else إذا مو أصغر من 10 يقول له إذا كان هذا too fast، بعد شوف ما راح يحسبها مرة ثانية لأنه حسبها بين أول مرة. إذا قال too fast أصغر من 20 لأنه هو يدري مو أصغر من 10 فهي 10 أو 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 فوق، زين. فإذا قال لك أصغر من 20 فقال fine payable هي 40، غرامتك بس 40. إذا قال إذا too fast أصغر من 30 يعني لا جوا 10 ولا جوا 20 فممكن أزيد يعني 20 أو فوق، تمام. فقال له هنا الغرامة ما تكسادت، زين. إذا بعد أكثر هنا يقول له hand over your driver license، سلم لي ناوشني جاستك ما سوق حسحب منك الرخصة، يعني أنت في مشكلة وفي ورطة كبيرة، تمام. هذه استخدمنا بيها if و else if، فهذه ال else إذا صارت يستمر، هاي ال else إذا صارت يستمر، تمام. هاي ال else الأخيرة هي مال هاي ال if، تمام، مال هاي ال if. هذه تترتب أزيد لو استخدمنا بيها هاي البداية والنهاية مال القوس المتعرج البلوك، هذه تترتب أزيد، أو إذا قدمنا كل ما نمشي نقدم هالشكل حتى مقروءة تصير أكثر، تمام. هالشكل تصير السالفة. ففي البرنامج لطيف وسهل وجميل وكفو، اختصر لي أنا لو كاتب البرنامج هذا يسويها برا، يعني هاي عملية الحساب أسويها لي فوق هنا، أسوي too fast يساوي speed ناقص limit هنا، تمام. ورا هنا أكتب too fast أصغر من 10، too fast أصغر من 20، too fast أصغر من 30، شوية أبسط يعني ما حاول أختصر بهالطريقة. هنا كتبها متقصد حتى يقول لك أنت هاي هنا مو بس تقدر تعرف متغير، لو تقدر تستدعي function، لا تقدر حتى تسوي عملية رياضية وتحطها بين قوسين وتقارن النتيجة هنا وياها، يعني too fast قارنة فيعطيك الأولويات شلون تصير، تمام. هالشكل فهنا أنا شارحها شوية، شارحها حوقف هالشكل ثواني وراها أمشي، للي يريد يقرأ تفاصيل حوقف ثواني هنا وراها أمشي، تمام. للي يريد يقرأ تفاصيل يقدر. وهذا شرح البرنامج اللي هسه شرحناه سولفناه، تمام، بالعربي. هذا شرح للي يريد يقرأ تفاصيل يقدر يوقف البرنامج ويقرأ. هسه هنا موضوع يقول لك conditional expression يعني صيغة بها شرط، زين. مثلا ناخذ مثال، هسه يقول هنا أنا expression معين إذا صار سوي expression ثاني، إذا ما صار سوي expression آخر. شنو هذه؟ هسه نشوفه شنو. نعطينا مثال شو يقول. هاي الكليشة مالتنا، الموضوع البرنامج المثال اسمه greater يعني إيجاد القيمة الأكبر، تمام. هنا الكليشة وهنا النهاية مالتها هالشكل، هاي هاي النهاية، تمام. فهذه ما راح نحكي بها، حكينا بها هواية. هسه هنا أنا معرف متغيرين اثنين وقايل type two different numbers ومشيك إذا كان valid or invalid، زين. فإذا كان ها هسه قبل شويه من سويناها شنو كانت التشيك مالتنا؟ كانت التشيك مالتنا اذا هذه هنا أنا استعمل not، اذا كان هذا not valid يعني اذا الاثنيناتهم هذا صحيح وهذا صحيح حصل هذا true كليته، تمام. فأنا دا أقول به، دا أقول له if the input was not true اشتغل. هو ايش راح يصير؟ إذا هذا غلط صير false، false false
تمام، اذا هذا غلط او هذا غلط النتيجه، تمام، النتيجه شنو هاي مال هذا يصير فولس، صحيح. اذا هاي تم ادغالها غلط صار مكان العدد الصحيح حرف، او هذا تم ادغاله غلط فالاند مالتهن هذا غلط. زين، فغلط الغلط غلط ترو، فشي يسوي؟ يقول لي هذا invalid، يعني اي واحد منهم invalid راح يصير هذا invalid. هاي الفكرة هنا، تمام. فهذا من يطلع false، هذا راح نحقله بقى اسوي false، فراح اسوي false. الfalse شنو؟ true. هنا الحركة التريك، يعني هو شي يريد يقول لك اي واحد منهم غلط انا اريد اقول له هذا invalid input، اي واحد منهم غلط، تمام. وإذا مو أي واحد منهم غلط، يعني اثنيناتهم صح، شو راح أقول له؟ استمر، سوي عملية greater value كذا كذا كذا. زين، شنو الإكسبريشن اللي استعمله لإيجاد greater value؟ شوف هذا معلومة جديدة، صار شنو؟ هذا البرنامج بمعلومتين جديدات، هاي المعلومة شلون استخدم الـ if، تمام؟ هاي الحركة الحلوة أنه استعملت هذا ليقلب النتيجة. هسه إذا كان اثنيناتهم هذا صح وهذا صح، زين، إذا كانت اثنيناتهم صح النتيجة مالتي شنو؟ صحيحة، true. فهنا شيء يقول له إذا هذا globally true، إذا هذا إذا هذا تم إدخاله صح فترو، وهذا تم إدخاله صح فهو ترو، صحيح؟ صحيح؟ فيقول لي إذا هذا اللي هو عكس الترو اللي هي فولس، إذا هذا الفولس، جلوبليا زين صار شنو؟ صار فولس، صح؟ فهذا كله فولس، فما راح يتنفذ، هذا راح يروح على إيلس. يعني إذا هذني اثنيناتهم صح راح يروح على الإيلس، إذا هذني اثنيناتهم أي واحدة منهم غلط فايش راح يطلع؟ هذا فولس وهنا فولس، يعني فولس فولس، هذا راح يصير ترو، راح يقول لك invalid. فهمت الفكرة؟ انه ده يقلب شوية تريكي بس حلوة جميلة. زين، هسا نزل هنا ده يحسب لك greater بطريقة كفوة. شو يقول لك the greater value is هذا greater، احسب لي الجريتر من هذا وهذا اكس واي. هاي الطريقه هذا هو هذا سمينا احنا اكسبريشن، يحسب لنا جريتر يوزنج اكسبريشنز. زين، فهذا برنامج جميل ورائع ولطيف ومفيد جدا. خلي نقرا هنا تايب تو نمبرز، حسب هذا ذا جريتر فاليو، حسبنا اياها. خلي نشوف هذا شلون اشتغل. هذا أكبر من هذا وعلامة استفهام، هذا كأنما إعاز كامل و X و Y هالشكل يعني. Okay. هذا ال X وهذا ال Y هالشكل سوا. هاي يوجد لنا القيمة الأكبر وتبعنا إياها. فما مو سوينا if هذا أكبر من هذا see out if، هذه العملية كلها سوينا صارت بها ال if statement. زين، إذا كان متساويين شرح يطبع، هسه نجرب ونشوف. زين، خلينا نقرأ الشرح عليها. conditional operator، the conditional operator هاي علامة استفهام، هذا سمينا conditional operator. conditional expression اللي هي علامة استفهام فقط. هذا المثال مالته وهذا هذا الاوتبوت مالته وهذا الشرح حسب اللي راح نقراه. فاجانا مفهوم جديد، شغله جديده اللي هي بس علامه استفهام. اذا انت ما تعرفها
هل تقدر تكتب برامج بالسي؟ تقدر عادي. زين نعرفها ايه، احنا اذا نتعلم لغة برمجة فاذا نعرف ازيد نتمكن من اللغة ازيد. صحيح، يعني مهم نعرف شقد ما نقدر نعرف. تمام. conditional operator، the conditional operator هذا علامة استفهام وراها هاي النقاط شارحة. زين مثل هاي الحركة، مثل هاي، هذا وهذا الشكل. تمام. is used to form an expression that produced either of two values. يرجع لك قيمتين depending on the value of some condition, because the value produced by such an expression depends on the value of a condition. It is called conditional expression. تعبير مشروط، تعبير مشروط. زين. In contrast to the if-else statement, the selection mechanism is based on expressions. One of two possible expressions is selected. واحدة من الاثنين راح يتم اختيارها. Thus, a conditional expression is often a concise alternative to an if-else statement. expression هذا علامة استفهام، expression هذا. زين ينتج لك expression هذا. expression is evaluated first. هذا أكبر من هذا. if the result is true, expression 1 is evaluated. if not, expression 2 is executed. The value of the conditional expression is therefore either the value of 1 or 2. Expression 1 or 2. إذن هذا أو هذا. Example. A greater than or equal to 0. هذا شنو؟ Condition. النتيجة A or minus A. إذا كان A أكبر ويساوي صفر صحيح، فالنتيجة هو A، فالزي تساوي A. إذا كان A مو أكبر ويساوي صفر فالنتيجة هو minus A، الزي تساوي minus A. This statement assign the absolute value of A. absolute value دائما شنو؟ إذا كان هو سالب فتوخر منه السالب، فأضط القيمة المطلقة لـ A إلى Z. هاي عملية استخرجنا بها القيمة المطلقة. شون أكتب برنامج يطلع القيمة المطلقة؟ يقول لك بهالبساطة، أدخل قيمة A وراها سوي متغير النتيجة اللي هو القيمة المطلقة، سميه Absolute Value. Absolute Value يساوي هذا هالشكل، طلعت الـ Absolute Value. زين نقدر نسويها بالـ If Statement. إيه If هذا أكبر ويساوي صفر حط قيمة الابسولوت فاليو للإله، إذا كان else يعني أضربه في ناقص واحد توخر من الإشارة وأعطي القيمة. نقدر نسويها بالإف ستيتمنت. شنو اللي أنا أفضل؟ أنا أفضل صراحة الإف ستيتمنت، لكن هذه طريقة بسيطة وكفوة وسريعة وجميلة ولطيفة. زين همنا تشتغل وتؤدي لك نفس الغرض. زين this statement assigns the absolute value of A to the variable Z or Z حسب المدرسة مال اللغة تستعملها أنت الأمريكية أو البريطانية. if A has a positive value the number is assigned to Z, but if A has a negative value the number يعني نوخر منه نحط له سالب السالب يصير موجب. تمام. فهاي سالب توخر السالب ديك وترجع. since this sample program stores the value of the conditional expression in a variable the statement is equivalent to if a is greater than 0 this if it's else this if else هالشكل.
تمام. Precedence, الأولوية. The conditional operator is the only C++ operator with three operands. It's precedent. ها يقول لك هذا الوحيد C++ هذا conditional operator اللي بيعام استفهامه بهذه. هو الوحيد اللي يأخذ three operands. ثلاث أشياء. واحد، اثنين، رجع لك هذه أو هذه وشيك لك على هذه. خلينا نشوف والله شلون هو حاسبها. زين. Its precedence is higher than that of the comma and assignment operators. هو أكثر أولويته على الفارزة أو على اليساوي. But lower than all other operators. In other words, you could omit the brackets in the first example. تقدر بالفيرست إكزامبل هذا. First example اللي هو هذا تمام. زين توخر هذا وتستمر. ليش؟ لأنه أولويته أزيد من الكوما. هنا ماكو كوما وأزيد من اليساوي. زين بس مو أزيد من الأكبر والأصغر. فالأكبر والأصغر إذا وخرت القواس راح يظل ينفذ هذا قبل، فما راح يوقف هذا الأوبريتر، ما راح يوقف شغله. تمام هالشكل يعني. هاي الملاحظة. زين. You can use the result of a conditional evaluation without assigning it as the sample program on the opposite page shows. نقدر نستخدمه مو إلا نخزنها، مو إلا هذا إنه حطه بزي، وإنما شنو نعرضه مباشرة، نستخدم النتيجة اللي تطلع نعرضها مباشرة. فهذا راح يقول له x أكبر من y، إذا صار صحيح رجع لي قيمة x، وبخلافه رجع لي قيمة y. فهنا طلعنا شنو اللي greater. ما سأل نفسه أنه إذا كانت متساوية هذا مو راح يصير مضبوط. شلون عالجها؟ عالجها أنه سواها different. وأنا قلت لك دخل أرقام مختلفة، يعني اليساوي معالجها بالانبوت. تمام. وإذا اليوزر غلط ودخل متساوية، ما البرنامج ما راح يأخذ بالحساب هاي الحالة. أنا مع كتابة برنامج يأخذ بالحساب كل الحالات، لكن هل البرنامج صح ومفيد؟ إيه، علمنا شغلة هنا، علمنا شغلة هنا، مفيد ومحترم، وأنا أشكر اللي كتبه. فملاحظتي ليست انتقاصا أبدا أبدا، وإنما ملاحظة لك كمتعلم. زين. جيد. You can use the result. هذا حكيناها. من هنا تقدر تستخدمه. You should assign the result of a complex expression to a variable explicitly to improve the readability of your program. يقول لك أنت أنا مع البساطة. إذا أنت عندك متغيرات كثيرة وطلعت قيمة أخزنها حتى تستخدمها مرة ثانية وثالثة ورابعة. أنا مع هذا الشيء صراحة. أنا مع البساطة في كتابة البرنامج. وراء هذا راح ندرس switch statement. أوقف التسجيل، وتسجيل جديد إن شاء الله راح أستخدم switch statement. الشغلة الجديدة اللي درسناها اليوم هذا المتغير هذا، وين syntax مالته؟ هي هذا اللي سميناه اللي هذا العلامة استفهام والنقطتين اللي قارن، واللي سميناه conditional operator. هذا conditional operator هذا جديد قرينا اليوم، والحمد لله رب العالمين.